حسناً، سأفك الحصار، سأنقل هذا الحجر وأضعه هنا. أبي، أنت مغامر كبير، أليست الحياة شراعاً للمغامرين؟ ربما، لكنك أخطأت. تعني أنها كانت نقلة غير موفقة؟ بالضبط. المسألة مسألة حظ ليس إلا، والتفكير في العواقب نسيته. اللعب مع المجهول يا بني هو قدر المرء. في الصباح عندما تفتح النافذة لا تعرف أشمسا تدخل بيتك أم عاصفة. لقد فتحنا النافذات يا أبي، ونحن نستقبل العاصفة. هل سنخسر كل شيء؟ كل شيء يا ولدي، كل شيء. أمامي وسيلة للنجاة. إذا ارتفعت الأسهم، وهذا محال. ما يحيرني هو هبوطها المفاجئ. نشتري السهم بمئة فيهبط بلا إنذار إلى 10. ألا تظن أن هناك قوة غامضة وراء ما حصل؟ هذا شيء طبيعي. المضاربات المالية في البورصة مناخ متقلب. كل تاجر يعرف هذه الحقيقة، وعليه أن يواجهها مهما كانت مرة. لكنك اتخذت كافة الاحتياطات. وما تنفع الحيطة؟ السفينة تبحر في بحر هادئ، ولكن من أين تأتي العاصفة؟ هذا هو السؤال. خلاصة الأمر، لا يغني حذر عن قدر. أبي، هناك ضوء من الأمل مهما جرى. من أين؟ من أين والليل أسود طويل؟ أبي، أنت علمتني امتلاك الأمل، دعه يبقى مصباحا. إذا كان من أمل فهو عند سمير. ولماذا عند سمير؟ لأنه خطيب هند، وابن أخي، وثري. باستطاعته مساعدتنا كما سبق وساعدنا. سمير في سفر بعيد وأخشى أن يصل متأخرا. ومع ذلك فهو وحده الأمل الباقي.